بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته، بشيرا للمؤمنين بجنته ونذيرا للكافرين بناره وسطوته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في سنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ود وندمه توتشي عباتنا توتشي بلفوا كف اللي لسات ميدارقون عندان دونجلوش تملكت النبر ونجلوش بهلت أيتن من ملكة انشلال لنبرنا لسات ميدارقون ونجلوش يما جمراو تلالك ونجلوش ونو كإسلام يمياسوتو سويون ويمتقباريون أكال النزي النجاروش بما تكبروا جهنم مست سات وست لزلالة من دي نور كإسلام أصوات توت زلالة ما يندي هون يمي أدرقو يوان جلائنا توتش النبر يسالفنا زاري لقمو هلتن يون كفيل إن ملكت وهي الأسباب التي يستحق فاعلها دخول النار دون الخلود فيها زاري لمو من النجارو لجهنم ويملا سات يمي دارقو يوان جلائنا توتش هونه يعني النزيه ندرقيت يفتس مسويش كتاتي ذات باتشو لكتاتي تقالتو يهونونا ليقبوم لا يقبوم يجلالو كقبوم قوان لزلالة من واري يما يهونو بات يونجال عينتنا قن الجيك بتعام بمياس فرا بكفتين على رجاء لكتاتي تقالتو مهوناتشون يمياس ردو ونجل يونجال عينتوش ناتشو كالنزي ونجلوش مكاكل يما جمراو عقوق الوالدين ولا جوتش لا يمامز يوراجوش نحق بأقبابو على موطعتنا على متبكنا الوالدين سيبال الناتنا ولا جاباتنا ولا جناتنا من ملكته كذابو هلا ورلاي كفي يالي متال آيات كلم آياتي يالي متال قن بقنبار قدم النت حق يلا كون يتنكرو قطتا يولدو ولا جوشنا من ملكته الناتنا أباتنا النسن عقوق مادرق سيبال عقا يميلو يوكور موكورت كميلو قايته يهزنو عن أن يقطع أي أن يقطع ما يجب لهما من بر وصلة أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل ولا جوت شاي ما أماز ولا جوت شكات رغن يونت على من ورسيبان من مالتنا لنسو ميقباون ملكام نقر على ما بركت كالنسو قال لنقر يونت يشاكرا مهون وهم بنققرم يهم بدرقيت النسو نمياس كفا نقر مسراتنا مفتصن يه ولا جوت عقوق الوالدين يبالنا الله سبحانه وتعالى يولا جوت حق كافر بهون منكم كبال درغوت قال الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يسن حق كتقس بهالا يولاجوتين حق ماسكتلو بجلص يتناجر الله سبحانه وتعالى وديون جيتا السن بيتشا كسو بستقر ما اننا من دا تتجزو وسنوا الله استرالفوا الله ادرا بلا الكاله بهالا وبالوالدين احسانا اي وقضى بالوالدين احسانا لولاجوتين ملكامن اندتولو ازوال الى ملكام موالين اندتولو ازوال كزمن اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما عنداتشو ويم هلتاتشو ويم هلتاتشون بيهونو يرجنا يدمي كلل وسط جبتو انت غا بيهونو جهلاي بيهونو كانت اسرا درسل بينورو فلا تقل لهما اف اف أن يأجر أبابا إيش اندات تناتشو كيفو قال اندات تناتشو ولا تنهارهما اندات تأمناتشو هي بي تقبار درجانا أوف يميلهو بنك قرنو أهل العلم اللي هلو أوف يميلها نستيانا قرنوكم من مارارن يميا سيينو كزي بلت أمنا قرو وانجلو يكفان دوهنا من ما ترات عريا للم تنشو ايتشانهم كتبالا كزي بلتهم السادبو مقلامتو مراغتو يمسا السلوت بتأم كفتن يا كبار وانجل مهنو من مترات عريا للهم وقل لهما قولا كريما يلك انس ملكا منا مرت يتكبر نغغر تناغراتشوا على الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه انت للناس اجك كما زنه يتنسى يزنت كنفهن يمتنانس كنفهن يموارد يبتاچنت كنفهن زرغالاتشوا لك دورو لجوچوا كنف عندما زرغاو عينت معنات مقام تنانسلاتشوا توادقلاتشوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نسو ما مارر مسادب كبر ما ساطات يقرنا يلقونس جيتاي هوي برجنت تنغلاتو بتام ازنولين بزو مكرانا چگر چلو سيابقو انداسادغو انت مزنلاچو بله دعاء ادرگلاچو ولاجوج لجوچاچو بتلينات
ልጆቿ ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ አባትም ሁሉም በበኩላቸው ብዙ ይለፋሉ፣ ብዙ ይተጋሉ፣ ከልጅነት ጀምሮ ብዙ ነገር ይቋቋማሉ። እኛ ከእድሜያቸው ከገፋ በኋላ በጣም እየተጨነቁ እያፈሩ እየከበዱ እየተሸማቀቁ እኛን እንደልባቸው አይናገሩንም። ሱብሓነላህ። በልጅነታችን ተሸማቀው ስናድግም ተሸማቀው በጣም ከባድ ነው ሐቂቃ። በልጅነታችን እንዳይከፋብኝ እንዳያለቅስብኝ እንዳቅር እንዳይለው እያሉ ስንት ነገር ይጠነቀቃሉ። ካደግንም በኋላ እንደዚህ አይነት ከሆነ በጣም ከባድ ነው። እኛ በጣም መጥፎ ክፉ ሰዎች ነን ማለት ነው። ወልዒያዙ ቢላህ። ወቃለ ተዓላ በሌላ አንቀጽ ምናል አንሽኩር ሊ ወሊዋሊደይከ ኢለይ አልመሲር፣ ለእኔና ለወላጆች አመስጋኝ ሁን ዙሩህ መመለሻ ወደ እኔ ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በሌላ አንቀጽ ምን ያለ ወኢን ጃሃዳከ ዓላ አን ቱሽሪከ ቢ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዒልሙን ፈላ ቱጢዕሁማ ወሳሒብሁማ ፊ ዱንያ መዕሩፋ። ሙስሊም አባት እናት አይደለም ካፊር እንኳን ቢሆን የወላጅ ሐቅ ለየት ያለ ነው ከሌሎቹ። ሌሎቹ ምናልባት ካፊር በመሆናቸው ሐቃቸው ሊቀር ሊቀነስ ሊለወጥ ይችል ይሆናል። ነገር ግን የወላጅ በጣም ከባድ ነው። የጎረቤትም የጠቅላላ ዝምድናም ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። ግን እንደ ወላጅ የከበደ ምንም አናገኝ። ምን አለ አላህ ወኢን ጃሃዳከ ቢታገሉ ቢፋለሙ ቢዋጉህ እንኳን ዓላ አን ቱሽሪከ ቢ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዒልሙን የማታውቀውን የማጋራት ድርጊት በእኔ ላይ እንድትፈጽም ቢያስገድዱና ቢታገሉህ እንኳን ፈላ ትጢዕሁማ እንዳትታዘዛቸው፣ ወንጀል ላይ መታዘዝ አይቻልም። ከዛ ግን ምን አለ ወሳሒብሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፋ በዱንያ ላይ መልካም ጓደኛ ሆናቸው፣ በመልካም ነገር ከእነሱ ጋር ተጎዳኝ። የወላጅ ሐቅ ምን ያክል ከባድና ጠንካራ ነው። ይህን የወላጅ ሐቅ የካደ በአግባቡ የማይወጣ ለእሳት የተጋለጠ ነው። በጣም አደገኛ ነው ነው ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሒህ በሆነው ሐዲስ ላይ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي من علي الله ملك تنيا ثلاثة حرم الله عليهم الجنة سوستين السوج الله سبحانه وتعالى جنة بالنسبة لا إرمى درقال ما قطعتها أي كرم عندما مالتنا وينم لما قطعت بكفة درجة يتقالت ونعت جو مالتنا عندن يومانا مدمن الخمر أسكاري متأتن بأقوامي النات يميتكم سوستين ياس كمهن درجة بطعم بكفة درجة يميتكم ሁለተኛ ወልዓቅ ወሊዋሊደይ ወላጆች ላይ ያመፀ የወላጆችን ሐቅ በአግባቡ የማይወጣ ሶስተኛ ወደዩት አለዚ ዩቅሩ ልኹብተ ፊ አህሊ ደዩት የሚባል ግድ የለሽ ቤተሰቦቹ ወንጀል ሲፈጽሙ ጸያፍ ተግባር ሲፈጽሙ ምንም የማይመስለውና እያየ ዝም ብሎ እንዳላየ ሆኖ የሚያልፍ እነዚህ ሶስቶቹ ጀነት እሳት መግባታቸው መቀጣታቸው የማይቀር ነው ይላሉ የአላህ መልክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሁለተኛው ዝምድናን ሁለተኛው ጀሃነም ወይም ለእሳት ከሚያጋልጡ የወንጀል አይነቶች መካከል ቀጢዐቱ ረሒም ነው፣ ዝምድናን መቁረጥ ነው። ምን ማለት ነው ዝምድናን መቁረጥ? የቁሉን ወህየ አን ዩቃጢዐ አረጁሉ ቀራበተ ዘመዶቹን። ዘመድ ሲባል እንግዲህ የአባትና የእናት ወገኖች፣ አጎት፣ አክስት፣ ያጎት ልጆች፣ እንደዚህ አያት፣ ቅድመ አያት፣ በአባትና በእናት ግንኙነት ያለው አካል ማለት ነው። እና የነሱ ለነሱ የሚገባውን ነገር አለማድረግ ነው። አካላዊ የሚሆን ገንዘባዊ ነገሮችን ለነሱ ማበርከት አለመቻል፣ እነሱን እነዚህ ነገሮች መንፈግ ምን ይባላል? ይህ ቀጢዐት ረሒም ይባላል ነው። ቡኻሪና ሙስሊም መዘገቡት ሐዲስ ላይ ጁበይር ብኑ ሙጥዒም ባስተላለፈው ላይ የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይላል። ጁበይር ብኑ ሙጥዒም ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ላ የድኹሉ ልጀነተ ቃጢዑን ቆራጭ ጀነት አይገባም አሉ የአላህ መልክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሱፊያን ምን አለ? ያዕኒ ቃጢዐ ረሒሚን ዝምድናን የሚቆርጥ ማለታቸው ነው ይላል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አሁንም ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ አን አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህ መልክተኛ ምን አሉ? ኢነ ረሒመ ቃመት ፈቃለት ሊላሂ ዐዘ ወጀል ዝምድና የሚባለው የዝምድና ስጋ የሚባለው ራሱ አላህ ፊት ቆመና አሉ ቃለ ሃዛ መቃሙ ልዓኢዙ ቢካ ሚን አልቀጢዐ አሁን እዚህ ጋር ቆሚ አንተ መማጸነህ ከዝምድና መቋረጥ በአንተ ስም ልጠበቅ ነው የቆምኩት ያ አላህ አለ። ቃለ ነዓም እሺ አለ አላህ አማ ተርደይነ አን አሲለ መን ወሰለኪ ወአቅጠዐ መን ቀጠዐኪ። ለዝምድና ምን አለ ወይም ለዝምድና ዝምድና ስጋ የሚባለውን ራሱ ምን አለ? አማ ተርደይን አን አሲለ መን ወሰለኪ አንቺን የቀጠለ ልቀጥለው ከራሕመቴ አንቺን የቆረጠ ያቋረጠ ከራሕመቴ ልቆርጠው ደስ ይልሻልን አላት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አሉ። አሁ እንዴታ በጣም ደስ ይለኛል። قال فذلك لك يهن ستكتش الله على الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو اقرأوا إن شئتم كفلقاتش يهن أنك تسأنببوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
ለመሆኑ እናንተ ምድር ላይ የምድር አስተዳደር በመተሆኑ ጊዜ ዝምድናችሁን ልትቆርጡ ምድር ላይ ጥፋትን ልታስፋፉ ትፈልጋላችሁ ታሻላችሁነ ኢላ الله اولئك الذين يدرغو الذين لعنهم الله الله يرجمعتو ሰዎች ናቸው ይሄን የሚፈጽሙት فاصمهم واعمى ابصارهم الى በጣም በሚያሳዝን መልኩ ብዙ ሙስሊሞች ይሄን ባብ ይሄን የዝምድናን ጉዳይ በጣም ችላ ይላሉ ዝምድናን ይቆርጣሉ መዛመድ የለ መጣየቅ የለ ለጥቅም ካልሆነ በስተቀር ነው ያንዳንዶቹ ማስረጃ ምንድነው እኔ ዝምድናን እንቀጥላለሁ ዘይራቸዋለሁ ደውላለሁ ጠይቃለሁ ረዳቸዋለሁ እነሱ ግን አይጠይቁኝም ምንም ነገር አያደርጉኝም ለዚህ አይነቱ ሰው የሚሰጠው መልስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት ዝምድናን መቀጠልኮ መካስ አይደለም ዝምድና መትከክል መቀጠል የሚባለው የተቋረጠ ነገር ነው መትከጠለው እነሱ ችላ ይያሉ አንተ ስትከታተላቸው እነሱ ሳይጠይቁ ሲቀር አንተ ስትጠይቃቸው መቀጠል የሚባለው ትክክለኛው ተግባር ይሄ ነው ትክክለኛው ተግባር እንዴት ነው እንደ ጉድለት ምናየው صحيح البخاري لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما باستلفت حديث يا الله ملكتني عندي حاله ليس الواصل بالمكافئ زمدنا قطاي يبالو ميكسو አይደለም ስለ ተጠየቀ የሚጠየቅ ስለ ሰጠ የሚሰጥ አይደለም አለ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها زمدنا قطاي يبالو እንደው يا زمد يبالو ግንኙነቱን ሲያቋርጥ ሄዶ የሚቀጥል የሚገናኝ ሰው ነው አለ እንደዚሁም ኢማም ሙስሊም ዘገበት حديث ላይ من حديث ابي هريره عند سوي يا رسول الله አላችሁ ቅርብ ዘመዶች አሉ እኔ ዝምድና እንቀጥላለሁ እነሱ ያቋርጣሉ እኔ መልካም እሰራለሁ እነሱ ክፉ ይሰሩብኛል እኔ እችላቸዋለሁ ቋቋማለሁ እነሱ በእኔ ላይ ወሰን ያልፋሉ ሲላቸው ምን አሉ ያ الله መልክተኛ ان كنت كما قلت እንደው እንደ ያልከው ትክክል ከሆነ በትክክል ከሆነ فكأنما تصفهم الملة او المل لك عمد እንደምታስበላቸው ነው አሉ ያ الله መልክተኛ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم بالنسو لا يميرد ردات كالله زند انت زند اي كرم الله رداتن يارق الله ردات انت كما هون اي وكتم ما دمت على ذلك انت بزي هنا تالي اسكال لها سلزي زمدنا المكتل مبارك تككلن يوي هنا سوچ بيتسبوچو يراكوت انفلق ميالوت اسو زمدنا المكتل كونه ونتن يانكت اي مالتي هنا መጨረሻውም የማማረ የሰመረ ይሆናል ውጤቱ በዱንያ ላይ በአኺራም እንደዚሁ የበለጠ ነው ሶስተኛው ወለድ መብላት ነው ወለድ መብላት በጣም ከባድ ወንጀል ነው ይሄ ታወቀ ነው قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ወለድን እጥፍ ድርብ አድርጋችሁ አትብሉ واتقوا الله لعلكم تفلحون لسكت تبقوا زند الله انفروا الى واتقوا النار التي اعدت للكافرين لكاديان يتزجاجتونم قطات تتنققوا فروا الى الله سبحانه وتعالى ثم قالوا اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يتازن لاچوم زند الله انا ملكتنياون تاززو بمانت بتنكار يناكران بليلان قصم بكفتنيا درجه ولدنا وغزونا هلن يقول الذين ياكلون الربا نزا ولدن يميمجبو سوچ بكتتام يوم متزاهري لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ከቀብራቸው የውም القيامه ሲቆሙና ሲነሱ እየተንገዳገዱ እየጠወለወለ እየጣለ ያነሳቸው ለከ በዱንያ ላይ በሸይጣን ለከፍት እንደተለከፈና እንደሚወድቅ እንደሚነሳ ሰው ሆኖ ነው የሚነሱት ኢላ الله ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا نجد እንደ ወለድ ነው ምን ችግር አለው ብለው እንዳሉት ሁሉ احل الله البيع وحرم الربا ليونت الله الى الله نجد حلال ادرك على الله ولد حرام ادرك እንዴት ነው ሐላልን በሐራም ላይ قياس አድርጋችሁ መነገድኩ ማለት ልክ እንደ ወለድ ነው ብላችሁ አስሉን ወለድን እንደ ሐላል አድርጋችሁ ምትጠቀሙት ይላል الله عز وجل ثم قال فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف ከጌታው ግሳጽ ይመጥቶለት ካለፈው ከዚህ ተግባሩ የተበቀ የታቀበ ሰው ያለፈው አለለት ችግር የለውም በዛ መልስ ምናምን አይባልም አልፏል وامره الى الله ነገር ወደ الله ይመለሳል طيب وانا نبرتهم مملس يتلال يقرون كن متو ينوربتان فأولئك ومن عادة يتملس كن فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يأسات سوي هنا أسات موس زلالم زلالم كم يكتوت يميهون إيهون علي الله عز وجل أردتن يو سبب يتيمن قنزم مبلاتنا بيتيم قنزم مجاوتنا الله سبحانه وتعالى كو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ان الزايتي من غنزم يا لا اقباب بغفنا ببدل يميبلوا سوج انما ياكلون في بطونهم نارا يميبلوت اسات انه هوداتهم است اسات انه يهنباتهم وسيصلون سعيرا يتغاغامتهم اسات ياغنيالو يتيميبالو بالجنته اكل متن سايدرس
ولا جاباتو يموتبت مالتنا نا يتيم جنزب بيتين يوم ملكو مبلات حرام له الله سبحانه وتعالى يكركرون للو شهادة الزغنو يوشت مسكرنتنا يوشت مسكرنت بتعام كبادنا شهادة الزور ميبالو أن يشهد بما لا يعلم يما يكون لم يكون ممسكر أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه ويمدمو كالو تجباش بتقاراني هنا مسكرنت مستت ليلة مالتنا شهادة مسكرنت يميبالو لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد عند سوما مسكر مثله السو سلم ياكو بتشانو سلم ما ياكو ممسكر يفكر منه نا يا أبي يوشت مسكرنت بتقام كبادنا النبي صلى الله عليه وسلم بتقام استنقال على وشهادة الزور سلا تلالك ونجلوش لنقراتو كاروبو هلا سلا شرك منام كاروبو هلا تلقفون بليل الصحابيو كذلك زيبوت على يسي درسو كان هلونا كان متكئا فجلس إلى تلقفون بركوش هلونا وقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور يوشت مسكرنت يوشت نققرنت تتنقق بلو بتقام تنقره حتى زقابي من الان بتقامكم الرقاقة ما تشيطان السا ليته سكت من اللي تقبالو اسكن الدرس زم متشينو ميلوت بلن اسكن قوابقها الدرس درسن يلالو يهي بتقام كبار نوزاري يفرجد سرا يفشت مسكرنات ونامن بتقام على من يطلق اللي كبتوني تاني يلالو الله عز وجل مفراتي أسفل لقال اندى حلال أدرقو من تقام راسو بتقام كبار وانجلن يتوقان اندى حرام يتسمى نقر وانجل المسراتنا اندى حرام سايسمى مسراتي لا يا الحقيقة بتقام كبار النزيهنا مسل وانجلوشن بتقام متنقك أسفل لقال ليلا مسنان مسنان ككباد وانجلوش وانجلوش مكاكنو نبي عليه الصلاة والسلام وانجلن يعني مسنان وقبون كالكلوهل يأساتن لهنم تنقرى الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا اليمين الغموس ميبالا سباتن يوم نكاريو مخلان دمالتنو جهنم سويون أسات وست يمي نكرو وانجل موست يمي نكرو يمحلانتنو بوشت بالله سملو عند النجار ما درج مالت وشت بع الله سمى مالي هون النجار لما رجعت هي بتأم كباد ونجلنا إمامه الحاكم إن إمام أحمد يزجبوا حديث ألا حديث صحيحنا يا الله ملك تنيا منالو مالك بن الحارث ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه النبي نجار رسول صلى الله عليه وسلم حج لي عندي سلوس متشلو من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة يا وندم ونجنزب بونجل بتمولا محل لاملوس يا بقى يا ونجل يا وندمون كنزب يا وسده ويمدرشان دينور التي ادرجه فليتبوء مقعده من النار ساتوسط بوتاون يا متاعشالو يا الله ملكتنيا ليبلغ شاهدكم غائبكم زي تغنياچو لال تغنيو ملكتون يا الدرس بلاو نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناكرونا ليلو سمنتنيا بسويش مكاكل كالاوقت مفردنا مدانيت اندزيهم ما عدالات فرد لاي ما الدالات يا الأقباب على مفرد يهم دمو يأسات يميدا لأسات كم يقلطو كباباد وانجلوش مكاكن لزيهم ما سرجع إمام أبو داود النا ترميذي وابن ماجه يزقبوا حديث لاي رحمة الله عليهم بريدة بن الحسين باستنا لفو حديث يا الله ملكتين يا صلى الله عليه وسلم من بلوال قضات سوستين أجناتشو كالو بوهالو بوهالا أندو يجنتنو ولدتو يأساتنا أجوالو يأسات بتملكة منال ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار حق يوكال حق نتاون يوكه فرد لايقن عزابها يعني يوم بدلل عنده وقنو مسنة بلتولين وشلها بتلا أي مكنيات إيه يأسات منالو يا الله ملكتين عليه الصلاة والسلام ولتن يوس دانيا ساياك كالوكتم يفرد يدان يفرد من دانيا يأسات منالو ولتن ماينت بتعام كباد وانجلنون ليلو زتنا نيو سبب الغش للرعية وعدم النصح لهم حلافي وج تتري وج أستنادر وج كسر ياللون أكال ما التال لنا مشود يهم راسون يجالة بتقام كبادنا نبي عليه الصلاة والسلام بخالنا مسلم يزقبوا حديث لا يمنالو ما من عبد يسترعيه الله على رعية الله يهنا حلافي النتشو مستوت عند سويه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته بتعماني الناس سأستردر الناس نيات تلا ليش أنا قل ليش أوده بزينة ملكو تعماني سأهون يموته إلا حرم الله عليه الجنة الله جنة بس ولا إرمي درج بترلو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام من مالتنا بس أستردرون سلطانون يبي تعب ورميهم ليه لشم يتين يوم يأستردر الكل يعلون بكتة تام تزاري ملكتها الكتنشو اسكت اللكو بارس سلطان مالتنا
አስተራረሩን ተገና አድርጎ ለማህበረሰቡ ማይጠቅም ከስሩ ላሉት በማይጠቅም መልኩ ራሱን ጥቅም ብቻ በማስከበር የሚወስዳቸው እርምጃዎችና አንቀሳቃሲዎች ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባል። በጣም ከባድ ወንጀሎች ናቸው። ሌላው አሰረኛው ሰበብ የሚሆነው ሩህ የሌላቸውን ሩህ ያላቸውን አካሎች ሰው የሚሆን እንስሳ ያለ አግባብ ፎቶ ማንሳትና መሰወር ማለት ነው። ተስዊር ማድረግ እነዚህ ሁሉ የእሳት ናቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማም ሙስሊም ዘገቡት ሐዲስ ላይ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ማን ይላል ያ አላህ መልእክተኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ ኩሉ ሙሰውሪን ፊ النار እያንዳንዱ ሱራ የሚያነሳ ቅርጽ የሚቀርጽ የምስል የሚቀርጽ ምስል የሚያነሳ አላግባብ የሆኑ ነገሮች ላይ በተለይ የሚያውል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእያንዳንዱ በሳለው ስዕል በቀረጸው ቅርጽ ባነሳው ፎቶ ምን ይሆናል ነፍስ አላህ ይፈጥርበትና የውም አልቂያማ ነፍስ ንፋባቸው ይያለ ይሰቃያል አለ ያ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ደግሞ ምን አሉ አንድ ሰው ሱራን ካነሳ በኋላ አስለን ሱራ የሚለው መሰረቱ ምስልን መቅረጽ ነው በእጅ መሳል መቅረጽ ነው የመሳሰሉት ነው። ካሜራን በተመለከተ የተቀመጡ ነገሮች በጣም ብዙ ዝርዝሮች ናቸው እዚህ ቦታ ላይ ማንሳት አልፈልግም። ዑሙማን ግን ያም ሆነ ይህ ወሳኝና አስፈላጊ ካልሆነ መጠቀም ተገቢ እንዳልሆነ የተቀመጠና የተብራራ ነው። ዑለማዎች በስፋት አብራርተውታል። የቱ ነው የሚፈቀደው የትኛው ነው የማይፈቀደው የቱ ውስጥ ይገባል የሚለው ሰፊ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ግን በጥቅሉ አላስፈላጊና አላግባብ ምንም በማይጠቅም መልኩ እነዚህን ነገሮች መጠቀምና ማድረግ የተከለከለ መሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለውም። ሌላው ደግሞ መኩራት፣ ጉራ፣ ኩራትና መንጠባረር ንፉግ ስስታም መሆን ለጀሃነም ከሚዳርጉ ነገሮች መካከል ነው። ሌላው ለጀሃነም ከሚዳርጉ ተግባራቶች መካከል የወርቅና የብርን እቃ ለምግብና ለመጠጥነት መጠቀም፣ የብርና የወርቅን እቃ ለምግብነትና ለመጠጥ መጠቀም ሴትም ይሁን ወንድን በጋራ የሚመለከት ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቡኻሪና ሐዲስ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ሐዲስ ኡሚ ሰለመተ ረዲየላሁ ዐንሃ የአላህ መልክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? አለዚ የሽረቡ ፊ አንየት ልፊዳ በብር ሲልቨር ምንለው ማለት ነው። በዚህ በሲልቨር እቃ የሚጠጣ የሚመገብ ሰው ኢነማ ዩጀርጀሩ ፊ በጥኒሂ ናሩ ጀሃነም የጀሃነም እሳት በሆዱ ውስጥ ይንቆረቆራል አሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እያንቆረቆረ እንደሆነ ይወቅ። ይህን ቅጣት መቀጣቱ የማይቀር መሆኑን ያመለክታል። በሙስሊም ዘገባ ላይ ደግሞ ምንድን ያሉት ኢነ ለዚ ያእኩሉ አው የሽረቡ ፊ አንየት ዘሃቢ ወልፊጣ በወርቅና በብር እቃ የሚመገብ የሚበላና የሚጠጣ ኢነማ ዩጀርጀሩ ፊ በጥኒሂ ናሩ ጀሃነም የጀሃነም እሳት ሆዱ ላይ ይንቆረቆራል አሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወንዶችን በተመለከተ ሴቶች ለጌጥነት መጠቀም ይችላሉ፣ ያው ዘካውን ማውጣት ይኖርባቸዋል። ወንዶች በተመለከተ ግን ለጌጥነት መጠቀም አይችሉም። የሚፈቀድላቸው ምናልባት ለጥርስ ከሆነ ብቻ ነው፣ ከዛ ውጪ አይፈቀድም ነው። ስለዚህ እነዚህና የመሳሰሉት ለእሳት የሚዳርጉ ድርጊቶች በርካታና ብዙ ናቸው። ቁርአንና ሐዲስ ላይ ተብራርቷል። እነዚህን ማወቅና መማር ይጠበቅብናል። እነዚህ እንግዲህ የጀነት ለጀሃነም የሚዳርጉ ለእሳት የሚያጋልጡ እነዚህ ተግባራቶችን አውቆ መጠንቀቅ የእያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታና ዋጅብ ነገር ነውና ከእሳት የሚያርቀንን በመስራት ጀነት የሚያቃርበንን በመስራት ለአኺራችን ልዩ ዝግጅት ማድረግ ይኖርብናል። ዱንያ እንደሆነች ጊዜያዊ መጠቃቀሚያ ሆኖ የሚወገድና የሚጠፋ ነው። ቶሎ ይጠፋል፣ ቶሎ ይወገዳል። ወደፊት ያለውን ሳይሆን ያሳለፍነውን እንመልከት። አልፎ ይቀራል፣ ሁሉም ነገር እንደዚሁ ግን አልፎ አይቀርም። ጠብዓን አልፎ ይቀራል ስል ያልፋል፣ አናገኘውም ዛሬ ዱንያ ላይ፣ አኺራ ላይ ግን ይቀመጣል። መልካም ይሁን ሸር ተመዝግቦ አላህ ፊት ይቀርባልና። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሳት ለእሳት የሚዳርጉ ተግባራቶችን አሳውቆን የምንርቅ፣ ለጀነት የሚዳርጉ ተግባሮችን አሳውቆን ወደሱ የበለጠ የምንቀርብና ተግባራዊ የምናደርገው አላህ አድርገን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው ተጠቃሚዎች አድርገን። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕላ ወአዕለም وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.